طبعا بالاضافه للتقرير اللي حضراتكم شفتوه، كباتن اللي منوريني في الاستوديو دول ابطال عالم، خدوا طبعا بطوله العالم مع كابتن مجدي ابو المجد من سنتين، وزيد على كده كمان ان ياسر اخد ثالث عالم مع كابتن طارق محروس، يعني خد لقبين عالميين في فتره الناشئين، ودي حاجه كبيره جدا. انا بقوله ده صح ولا غلطان؟ لا مظبوط. طب قول لي يعني كلمني الاول عن البطولتين دول، يعني طبعا انت بقى عندك الحس الدولي خلاص، وبقى عندك من الخبرات الدوليه اللي تاهلك تلعب في الفريق الاول ومنتخب مصر، كلمني عن البطولتين دول. في البدايه احب ارحب بحضرتك. تاني حاجه، هما طبعا كانوا بطولتين صعبين. البطوله كنا مجهز لها قبلها بفتره كبيره قوي مع كابتن طارق، الفتره دي كنت معاه الاول، فضلنا نجهز لها اكتر من سنه، من ساعه افريقيا اكتر، من ساعه افريقيا اصلا ما خدناها، وبعدها بفتره على طول ابتدينا نجهز لكاس العالم على طول. ساعتها كان في تركيز كبير ان احنا رايحين ان شاء الله ناخد ميداليه في كاس العالم، يعني كان الجهاز بيتكلم على طول ان احنا رايحين ميداليه، ان احنا فعلا نقدر على كده. احنا عندنا العناصر كلها كانت تقدر على كده، وفعلا كان الناس كلها رجاله وقد المسؤوليه. بس الحمد لله دخلنا وربنا كرمنا. مش كابتن طارق محروس في اوضه اللبس كمان قال لكم بعد افريقيا ان هدفي اخد ميداليه في بطوله العالم، صح؟ حصل بعد البطوله، بعد بطوله افريقيا على طول ساعتها. فالحمد لله كان في تركيز، والناس كلها كانت مامنه ان احنا نقدر فعلا بكده، واللعيبه كلها والجهاز الفني، وفعلا اشتغلنا على كده وقدرنا ناخد بطوله ميداليه في الشباب. بعد كده رحنا كاس عالم الناشئين، خلاص بقى عندها ثقه اكبر يعني بحكم البطوله اللي احنا لعبناها. برده كانت الناس مامنه بينا ان احنا نقدر نروح نعمل حاجه في كاس العالم بتاع الناشئين، بقى عندها دفع اكبر ان الشباب خلاص حققوا مركز، فلازم احنا على الاقل برده نحقق مركز او نبقى احسن كمان. فكان الكلام على طول كله من الجهاز ومن اللعيبه في الجزء ده. وفعلا رحنا وقدرنا ان احنا بدانا بدايه كويسه، كسبنا السويد، بعد كده حصل ماتش فرنسا ضرب شويه، بعد كده قدرنا نلم نفسنا تاني ونكسب بقيه الماتشات الحمد لله. انجاز كبير جدا والحقيقه.